هناك الكثير من الأقوال حول عشبة الفوة لعلاج قرحة المعدة وتقليل تصلب الشرايين وتخفيض الدهون الثلاثية والكوليسترول والالتهابات، فهل عشبة الفوة مفيدة للصحة حقا؟ وما هي طريقة استعمال عشبة الفوة؟ وما هي أضرار عشبة الفوة؟ أصبح العالم يتجه نحو العلاج بالأعشاب الطبيعية في علاج الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان، ومنها عشبة الفوة. عشبة الفوة هي عشبة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط في الصيف، وتكون عبارة عن شجيرات ذات ساق مضلعة ذات أوراق طويلة مسننة الحافة. تتميز عشبة الفوة برائحة طيبة وطعم مر. فوائد عشبة الفوة: تساعد على حماية الجسم من تكون أو تطور مرض السرطان بسبب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. تساعد على تنقية الدم من الشوائب والسموم. تعمل على حماية الجسم من الالتهابات الفيروسية لأنها تحتوي على مركبات الفلافونيد المضادة للأكسدة التي تنقي الجسم من الميكروبات والسموم. تقوي جهاز المناعة المسؤول عن حماية الجسم من السموم والجذور الحرة والعدوى بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة المتنوعة. تساهم في حماية الجسم من أمراض القلب المختلفة لأنها تحتوي على مركبات الفلافونيد كما ذكرنا، والتي تمنع تأكسد البروتين الدهني، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، كما تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم. تفيد في تنظيم معدل السكر في الدم عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين، كما تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم. تدعم عمل الجهاز التنفسي وتحميه من الأمراض المتنوعة كالربو والالتهابات الصدرية والتهاب البلعوم والأنسجة المخاطية. تخفف من أعراض الدخول في سن اليأس عند النساء كانقطاع الطمث. تحمي العظام وتقويها وتقلل من خطر مرض ترقق العظام، كما تمنع مرض هشاشة العظام الذي يصيب النساء عند انقطاع الحيض، مما يقلل من خطر الإصابة بكسور في العظام. تساعد على إدرار البول وتمنع احتباس السوائل في الجسم. تزيد من إفراز العصارة المعدية الهاضمة وتعالج قرحة المعدة بفاعلية. تزيد من قوة الذاكرة والإدراك، كما تحمي الجسم من التعب والتهيج والاكتئاب. تدعم وظائف الكبد وتحميه من الأمراض المتعلقة به مثل تليف والتهاب الكبد. تساعد على التئام الجروح وتطهرها من الجراثيم. لها فوائد أخرى عديدة، إذ تستخدم كمسهل وتعالج التهابات القولون، كما تعالج التهابات المفاصل، ولها قدرة على علاج كل مشاكل الجلد مثل حب الشباب. طريقة استعمال عشبة الفوة: تستخدم جذور العشبة بشرط أن يكون عمرها بين 3 إلى 6 سنوات، ويتم الاستفادة منها بأكثر من طريقة. يتم خلط ملعقة صغيرة من الجذور الجافة أو الطازجة مع كوب من الماء ثم تغلى، ويسمح بشرب كوب واحد أو كوب ونصف من مشروب عشبة الفوة كل يوم، ولكن يجب تجنب استخدام عشبة الفوة لأكثر من 7 أيام. يمكن استخدام جذور عشبة الفوة لعمل حمام مائي عن طريق غلي بعض من الجذور الطازجة أو المجففة مع 6 لترات من الماء، وتستخدم خارجيا. أضرار عشبة الفوة: قد تؤدي هذه العشبة إلى زيادة إدرار البول، كما تزيد من إفراز اللعاب والعرق والدموع. يحذر استعمالها من قبل الأم الحامل لأنها قد تسبب تشوهات للجنين. الإسراف في استعمال عشبة الفوة يضر بالمثانة، كما يحذر استخدامها لمرضى الفشل الكلوي. يمنع استعمالها أثناء الرضاعة لأنها تغير لون حليب ثدي الأم إلى اللون الأحمر، مما قد يؤذي الطفل الرضيع. يحذر استعمالها أثناء الحمل لأنها تحفز تقلصات الرحم وقد تؤدي إلى الإجهاض. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء. اكتب لنا في التعليقات من أي بلد أو مدينة تتابعنا. نتمنى لك صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.